الشغلة العضوية داخل أجهزة المؤسسة. هذا يعني موضوع جد مهم لاعتراف برجالات مدينة الدار البيضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الحضور ديالي هو واجب مادام أنني ابن المدينة القديمة، مادام أنني معرفة من معارف ديال الحاج محمد بن جلون والابن ديالو شاكير، فكان ولابد أنني نحبد هذه الفكرة ونحضر، وهذا واجب عليا نظرا اعتراف بما قدمه هذا السيد الله يرحمه الحاج محمد بن جلون من خدمات بالنسبة للدار البيضاء، بالنسبة للرياضة، بالنسبة للنادي اللي كنتمي ليه كذلك أنا وهو نادي الوداد الرياضي، فهو المؤسس، فهذا واجب على أي ودادي بعد أولا الحضور لهذا الجمع التأسيسي. فكرة هي فكرة طيبة وحسنة، وبالنسبة لي يمكن تعطلت، ولكن المهم فقط ما جاء الخير كينفع، لأنه جات باش توثق الأعمال ديال رجال الدار البيضاء اللي من ضمنهم الحاج محمد بن جلون اللي هو يمكن أبرزهم، إذا ما نخافش نكذب، ماشي تحيوز أو عائلة أو حيت المدينة قديمة، ولكن أبرزهم مادام أنه يكفي أن حاجة واحدة أنه أسس نادي كبير وعريق في المغرب هو نادي الوداد الرياضي، واللي كتعشقوا وتحبوا الملايين ديال الجماهير عبر العصور، فهذا ديجا بالنسبة لي أنا شريف، وانني نجي نحضر الحاج محمد جلون المؤسس ديال النادي اللي كنعشقو اللي كنبغي واللي كيسري في الدم ديالي. ثاني شيء هي انه اعطى المدينه ديال الدار البيضاء في المجال الاداري، انه كان رئيس ديال المجلس البلدي، وعلى انه كان كيمثل الدار البيضاء كذلك في المجلس الاعلى للرياضه في عام الستينات، اللي كان رئيس ديالو اول مجلس اعلى للرياضه كان حسن الثاني الله يرحمه، كان ديك الساعه امير هو اللي كان رئيس ديالو، وكان الحاج محمد جلون نائب رئيس، فهذا شرف، وعلى انه عملوا للرياضه وعطاو الشيء الكثير، فما يمكنش على انك ما تجيش لهذه المؤسسه وهي اللي كتحتفي بالرجالات ديال الدار البيضاء وفي جميع الميادين، ماشي غير في الرياضه، في الاقتصاد، في السياسه، في العلم، في الاجتماع، في البحث العلمي. فالحمد لله خصنا نبينوا علاش الدار البيضاء عندها هذه الاهميه وكتكتسي هي اول مدينه في المغرب، لان كان وراءها رجال اللي خدموا واللي عطاو في جميع المجالات، فكيخصنا نعرفوا ونعرفوا هذا، وهذا تاريخ وتوثيق لمدينه الدار البيضاء وللرجال اللي خدموا فيها حتى اكتست هذه المبادره وحتى اكتست هذه المكانه المرموقه داخل الدوله المغربيه. فانا بالعكس شرفني انني نحضر، ويمكن يقولوا لي نمشي نحضر لها حتى في العيون، غنمشي نحضر لها في العيون، لان مؤسسه الحاج محمد بن جلون ما يمكنش لشي واحد ولد المدينه ولا ودادي ولا بيضاوي ما يحمدش على انها تاسست وعلى انها تكون، وما يشرفوش انه يحضر. فانا شرف ليا كبير 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 اللي حضرت هذا النهار هذا، وكنتمنى من هذه المؤسسه ان شاء الله تقوم بالاعمال اللي بغات وتنجح فيها ان شاء الله، وحنا حتى حنا مستعدين نعاونوهم باش تنجح ونقلبوا في جميع الميادين ونعطيو ونبرزوا الاخوان والرجال اللي كانوا ونبرزوا الاعمال اللي عملوا، باش كذلك هذه الاجيال اللي جايه تاخذ عبره، تاخذ هكا الدروس وتمشي بها حتى هي القدام، وتبقى الهويه المغربيه والهويه البيضاويه ان شاء الله دائما في الحفظ والصون. هذه مبادره كان عندها قبل ما تاسس، قبل ما تخرج للوجود، كانت اجتماعات، كانت ارهاصات، كانت في هذا الفضاء هذا كتكون اجتماعات بين مجموعه من الفاعلين في هذا المجال، تولد عليها هذا المولود الجديد اللي صحيح كما سمعناه في الجمع العام التاسيسي، سمعنا بانه تاخر على الموعد ديالو، اللي اخذنا تاريخ وفاه سي محمد بن جلول، تاريخ تاسيس لا فونداسيون محمد بن جلول، تاريخ طويل. حنا كنعرفوا دي فونداسيون اسوها اصحابهم احياء، اليوم نعيش حاله اخرى، هو ان التاسيس جاء بعد سنوات من رحيل سي محمد بن جلول، ولكن على العموم هذه مبادره تحسب لابن بن جلول سي شاكر، والمجموعه من الفعاليات اللي من مختلف الاطياف، فيهم الناس ديال الفكر، فيهم الناس ديال الرياضه، فيهم الناس ديال السياسه، فيهم الناس ديال المجتمع. هذه مبادره مهمه ومهمه جدا، نتمنوا ان تكون مبادرات اخرى، لان رجالات اخرين في الدار البيضاء ماتوا، خلاو حتى هما
مورود بحال هذا نحن في حاجه لمن يحرك هذه البركه الراكده لا بغينا نسميوها ويعطينا التاريخ الحقيقي ديال الدار البيضاء. لان التاريخ الحقيقي ديال الدار البيضاء كاين بالوثائق، لان شفنا دابا كنشوفوا ناس كتكلم على التاريخ، التاريخ كتكلم بدون سند تاريخي، وهذا اشكال كبير. على العموم هذه مبادره نتمنوا انها تتبع مبادرات اخرى. هذا اليوم شرف كبير اننا اليوم كنتواجدوا في واحد كان زمازن الزاويه، هي البيت ديال الحاج محمد بن جلول رحمه الله، احد مؤسسي نادي الوداد والفروع ديال نادي الوداد. فهذه مناسبه كبيره اليوم اننا كنحضروا في هذا التاسيس ديال مؤسسه الحاج محمد بن جلول، وهو شرف كبير هذا لينا حنا. الاخوان يعرفوا هو ما اسس غير كره القدم، اسس عده رياضات، وكان حاضر في جميع الميادين. واللي خصنا نعرفوا كذلك هو هذا السيد هذا واحد الوقت كان عضو دائم في اللجنه الاولمبيه الدوليه حتى مات هو عضو فيها. دونك هذه لا اظن ان كاين شي واحد في افريقيا او في العالم العربي والعالم الاسلامي اللي حضى بهذا التيتر هذا افي. علاش؟ لانه كان انسان حكيم، وكان انسان ثقيل، وكان انسان الكلام ديالو موزون وما كيخسرش خطار، وحتى ما كيبغي يتكلم حتى الكلام ديالو كان ديما كان ناس كان لو كورونو باس با اونتر بعض الاشخاص، هو كيحاول يجمع بيناتهم. ديال ان الدور ما كانش كتخوى، كانوا دائما الناس كيجيو مخاصمين كيصح. انا في الركبي كنجيو عنده دائما، وكنخرجو كنضحكو، كنجيو مخاصمين ونخرجو كنضحكو. دونك هذه خليل اللي عنده هادشي هذا. ودابا هي الجمعيه تسمات لا فونداسيون الحاج محمد بن جلول، ولكن ما غاديش غير الحاج محمد بن جلول بوحدو، غادي الحاج محمد بن جلول ربما ناس اللي قبل بن جلول تما غندوي عليهم، ناس اللي خدموا الدار البيضاء. ومادام ان الدار البيضاء واحد الوقت كانت هي المغرب كله تقريبا اقتصاديا، ولهذا غادي ربما غادي يجرنا النقاش، غير يجرنا غادي ندوي على الناس من فاس، الناس من مكناس، الناس من الصحراء المغربيه، الناس من طنجه، حيت بزمنك غادي تمشي. لانه الدار البيضاء واحد الوقت كان كلشي كيجي ليها كما قال اخو بيلا، ولهذا غادي نتجروا غادي ندوي على المغرب ككل كله. ولهذا انا كنحبد هذه الجمعيه هذه وبغيتها تكون، لانه كما سبق لي واحد الخطره قلت لسي شاكير بن جلول، قلت لي سي شاكير انا علمته في خاطره وقلت له شوف هاد الوثائق اللي عندك هنايا اللي ما خرجتش بهم، قلت لهم القيمه ما سامحش لك. قلت له بحالك ويقدر ياكد لك هو. قال لي علاش؟ قلت له باسكو عندك التاريخ ديال الرياضه والتاريخ ديال كل شيء ديال الدار البيضاء كامله، الاقتصاد وكل شيء، وسكت عليه هنايا حرام عليك امام الله. قلت له القيمه حاسبك. انا فاش تحمس هو في حقه كانوا كيبحثوا، ولكن تزربوا قلت له حنا ما قلت له القيمه ما سامحش لك، وفعلا ما سامحش ليه. دابا نسامحوا لانه دار واحد مجهود جبار، حيت دخلتي لهاد الدار ودشتي الوثائق اللي كاينين، غادي ربما كاين شي حوايج اللي غادي تعاود القراءه ديالهم قراءه حقيقيه. كاين شي حوايج كاين الناس كيديو على الرجاء كيديو على الوداد وكيعطوا عده معطيات خاطئه، الو كل الحقيقه كاين هنا لا على الرجاء ولا على الوداد، لا على الراك، لا على الطاس، لا على الاقتصاد ديال المغرب، لا على كل شيء. ولهذا انا كنظن هاد الجمعيه غادي ترجعكم ونديهم فرونسي لي بون دو لالور، غادي تحط كل حاجه في بلاصتها وفي بلاصه اللي خصها تكون فيها. وشكرا. اولا الحاج محمد بن جلول قبل من الرياضه كان من العناصر الغيورين على جامع الشمل المغاربه في 1930 فيما يخص علاقته بالظاهر البربري، ومن بعد علاقته بجمعيه قدماء التلاميذ، ومن بعد علاقته بالوطنيه، ومن بعد علاقته بالوداد كفريق او كجمعيه اومني سبور. دونك الحاج محمد بن جلول الاساس ديال العلاقه ديالو اليوم اللي غنربطوها حنا بكره القدم، كنظن انه باش نعطيوه الحق ديالو خصنا نربطوها باش بمحبة الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة أهل البيت، ومحبة العائلة الملكية بما فيهم محمد الخامس الحسن الثاني. وطبعا ما عاش في العهد ديال محمد السادس، ولكن راه سيدنا محمد السادس نسخة طبق الأصل، الله يذكره بخير والله يشافيه، نسخة طبق الأصل ديالو، ما هو إلا واحد من شجرة ديال الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحاج محمد بن جلول القوت اللي كان عنده غير على الحبيب رسول الله كان بالنسبة له البلاد ديالو خصو غير عليها. علاش؟ على قبال العائلة الملكية راه طرف
طبعا راها خارجة من العائلة الملكية، خارجة من الشجرة ديال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دونك الحاج محمد بن جلون ما يمكنش تدخلوا للدين ديالو أنه بحكم أنه الشرفاء هما اللي مولين البلاد ويكون هو عنده اتجاه معاكس، فإذا به بقى في الخدمة ديال العائلة الشريفة حتى 1997 لقيت للحق الرفيق الأعلى لو 20 سبتمبر 97، وهو يمثل المغرب في اللجنة الأولمبية الدولية كعضو دائم.